بيرفيتا البنات موديلات تركيا 3 بيات بالدودون، كلكم كتسولوا عليها، جبنا لكم اليوم باقل ثمن اللي تتلبس من الال حتى ل 48 46. الثمن ديالها اليوم ايمان 320 درهم عوض 350، وفيها اربعه اللوينات، النوار فيها الكاميل فيها البلومارين وفيها الكري، يعني تقدري تلبسي غير السيرفات بوحدها. شوفوا ليا السيرفات بوحدها، لا وريني لابساها انت ايمان، هانتوما تقدري تلبسي غير السيرفات بوحدها مع السروال تيجي عريض، وتلبسي الجيلي معاه، وتلبسي الجيلي مع حوايج اخرين. سكريني اللي عجبك في هاد اللوينات واختاري المقاس ديالك، توصيل داخل مونطو البنات في ستيل دودون، سيرفات طويله كيف ما كتشوفوا، كيجي السروال طويل وكتجي كذلك السيرفات طويله حتى لتحت. اللي كتقول لك انا بغيت ستيل هكا، انا محجب وكنبغي سيرفات طويله، هذا هو العنوان وهذا هو الموديل. جا فيها الازرق، جا فيها النواغ، وفيها الكامل، وفيها حتى الكري. وريني غير السروال ولا ايمان راهو راك السروال ديالها كيجي انيق، حتى هو في هذا فيها هكا هذه القطعه هذه هنايا كتجي انيقه، وفيه الكري اربعه اللوينات. اليوم ما كايناش 350، كيبقى لكم ب 320 درهم تيلبس البنات حتى لسته، يعني سته كنقولوا 6 اكس ال و 5 اكس ال. سيرفيت لي كغون طايا البنات حتى المقاس 50، ما كاينش اليوم 300 درهم 250 سيرفيت اللي كتكون طويله حتى للركبه، مستوره المحجبات والغير محجبات، في هذا الفيغ وفي هذا الكري نواغ وفي هذاك الزيتي، فيها البلومارين وفيها الكاميل. عندنا هذا الموديل، هذا الموديل اللي هو هذا حتى هو كيجي بالسروال العريضه البنات، جبدي ايمان شوفوا ليا كتلبس حتى المقاس 60 البنات تلبس هذا السيرفيت هادي، وهذه اليوم كتبقى ب 280 درهم. عندنا في هذا الكاميل، عندنا في هذا الباج، عندنا في هذاك الازرق، وعندنا في هذاك بحال الموف، وعندنا فيها الكري. بالنسبه اللي كتقول لك ما كنلقاش قدي، هذه هي السيرفيت اللي غتجي قدك، وريهم السروال، السروال تيجي عريض، يعني السروال تيجي عريض مستور. بالنسبه اللي كتبغي دير تلبس السيرفيت وتلبس حتى البيسه، شفتوا السروال ديالها قداش كيجي لارج البنات، باش تكوني مرتاحه في اللبسه ديالك. سكريني توصل داخل كازا وخارج كازا، والدفع عند